بالتزامن مع ذلك انطلقت حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف الحملة الأطفال من سن يوم وحتى سن 5 سنوات. مراسلون في محافظات مصر المختلفة رصدوا انطلاق الحملة في محافظاتهم وردود فعل المواطنين الذين أشادوا بجهود الدولة في رعاية مواطنيها. أنا كنت سعيدة جدا بوجودي النهاردة في بداية الحملة في واحدة من الفرق الثابتة اللي موجودة. الحملة ليها عدد كبير مستهدف من الأطفال يوصل ل 88 ألف طفل، منهم من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مدينة اسكندرية. هدف الحملة في الأساس إن احنا نقي أطفالنا من مرض خطير، الوقاية منه سهلة جدا بتطعيم بسيط. البوستر دوز ده أو الجرعة المنشطة دي ليها أهميتها، وإحنا الحمد لله مصر مع منظمة الصحة العالمية قادرين نحافظ على مصر الحمد لله خالية من شلل الأطفال. المفروض ان احنا يعني الحملات دي بقينا بنعملها كل سنة، فما فيهاش اي مشكلة بالنسبة لنا، الناس كلها عارفة كويس قوي قوي الحملة دي مدى اهميتها ان احنا نحافظ على مصر زي ما هي ما فيهاش خالية تماما من شلل الأطفال. نعمل حصر للمتخلفين، بيتم اخذ كل اسمائهم بالكامل وعناوينهم، وفي اليوم الرابع بيتم المرور الجشني بالكامل على كل المناطق من اول وجديد، بحيث ان احنا نغطي كل الاماكن. مفيش اي طفل باذن الله هيخرج خارج نطاق حي العرب الا ويكون مطعم. نظام كويس وحمله كويسه وبيخافوا علينا وبيساعدونا وبيرحبوا بينا. انا كجد للطفل سليم جيت المركز، حاجة جميلة ان في ناس بتوصل لغاية البيوت والطعم والأطفال. طبعا الاستعدادات على اعلى مستوى، والتدريبات من الاطباء والتمريض والفرق كلها منتشره في جميع انحاء الحي اللي احنا بنغطيه اللي هو حي العرب. الطفل طبعا بيبقى جاي هايب الموضوع، اول ما بيشوف اصلا بلطه ابيض بيقعد يعيط، ده معروف يعني. فاحنا بنحاول ان احنا ايه نسكت الطفل قبل الطعم، تمام، بنعمل له اجواء حلوه زي ما حضرتك شايف كده البلالين، بنعمل له اجواء حلوه وبعد كده بنبتدي ان احنا نطعم. الحمد لله النهارده بدأنا اول يوم حمله تطعيمات شلل الاطفال، والحمد لله الطعم متوفر وكل الامور متوفره والامور تمشي بسلاسه معانا، والحمد لله في يعني توافد لبعض الناس بالامور متيسره. يعني بنغطي جميع مناطق مدينه الغردقه من خلال بعض الفرق المدربه اللي تم تدريبها على جميع الاجراءات واعمال حمله شلل الاطفال. الحمله دي مهمه جدا لان هي احنا مصر خاليه من شلل الاطفال، والحمله دي بتساعد يعني مصر تفضل خاليه من شلل الاطفال. أنا أم لثلاث أطفال، والحمد لله طعمت طفلي النهاردة في حملة شلل الأطفال، وأنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو أتاح لنا مبادرات صحة المرأة اللي كانت بادئة بحملة مبادرة فحص فيروس سي، وبعد كده فحص الثدي سرطان الثدي، كشف مبكر عن أورام الثدي، وبعد كده ثالث مبادرة هي الحملة القومية للقضاء على مرض شلل الأطفال. إحنا بنخدم مدينة مبارك والمعلمين وبين الزاويتين. المستهدف بتاعنا اللي هم الأطفال اللي بين سن يوم و5 سنوات. عندنا حوالي 2500 فرقة، سواء فرقة ثابتة أو فرقة متحركة موجودة عشان حملة التطعيم. عندنا تقريبا المستهدف هيبقى يوصل ل 900 وشوية، يعني بنتكلم في مليون تقريبا طفل. الخطة بتاعتنا يا فندم، المستهدف بتاعنا 38400 طفل. التطعيم ضد شلل الأطفال مهم جدا لجميع الأطفال بتاعنا من عمر يوم لمدة 5 سنين، موجود في جميع الوحدات الصحية بالخارجة، وبيتم عمل فرق، في عندنا 44 فريق. بنسأل الأم جه الطعام ايه حضرتك؟ طعمتيه بره ولا لأ في المنزل أو في الشارع؟ بتقولي لأ، بعد كده بناخد الاسم وبعد كده بيتم تطعيم الطفل. عاملين طبعا خطة معينة عشان نحقق المستهدف في الوقت المحدد. الخطة دي عبارة عن 226 فرقة
دول موجودين في الأماكن وحات العيال الأساسية اللي موجودة عندنا، بالإضافة طبعا إلى الوصول للمنازل وللمصالح الحكومية، ولو في حضانة أو في تجمعات للأطفال، كل دي أماكن مستهدفة. إحنا عاملين خطة لتغطيتها في 3 أيام اللي هو من يوم 16 ليوم 19. الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال هتبدأ من اليوم 16 فبراير وبتستمر لمدة 4 أيام حتى 20 فبراير. الحملة بتستهدف ما يقرب من 200 ألف طفل من سن يوم إلى سن 5 سنوات. لدينا أكثر ما يقرب من 70 فرقة. التطعيم هيكون عندنا بيغطي الأطفال من سن يوم حتى سن 5 سنوات. المستهدف عند السنة دي تطعيمه إن شاء الله 197,510، من إجمالي عدد السكان التقديري البارح حوالي 1,300,000. الحملة دي والله مشروع عظيم، يعني بنشكر السيدة وزيرة الصحة والسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على المبادرات اللي بيعملها لنا. كانت قبل كده حملة فيروس سي، ودلوقتي حملة تطعيم شلل الأطفال. النهاردة أول يوم في فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وطبعا في استعدادات احنا عاملينها للحملة ونشاط إعلامي، والحمد لله في إقبال من الجمهور ومن الناس نظرا للتوعية والنشاط الإعلامي في أهمية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال. الإقبال عندنا شديد، مش بالاتجاه الجغرافي بتاع محافظة سوهاج بس، ولكن من جهات أخرى الحمد لله بنقوم بتسجيل الطفل من يوم ل5 سنين، ما فيش موانع للتطعيم. التطعيم ليس له أي أعراض جانبية، وما فيش مشكلة إن هو يتاخد مع أي دواء لو الطفل بياخد أي أدوية أو أي شيء. التطعيم بيتم أولا ببدأ بسجل بيانات الطفل من اسمه وعمره وساكن فين، ليه باخد عنوان سكنه عشان أعرف مدى تغطية المجال بره من الفرق بتاعتي، وصلت للأماكن دي ولا لسه بدري، مدى ثقة الناس برضو فرق التطعيم بره وصل لأي درجة. برافو.